حضراتكم وفقرة أنا شايفاها بصراحة فقرة يعني جميلة وفي غاية الاحترام، وأنا سعيدة جدا جدا إن إحنا معانا أبطال حقيقي مشرفينا ورفعوا راسنا، وفي نفس الوقت بيحققوا يعني بطولات، وفي نفس الوقت عندهم إصرار وبيتحدوا أي صعاب، ودي دايما الروح اللي إحنا بنحاول إن إحنا يعني نؤمن بيها، وفي نفس الوقت إن إحنا نصدرها لحضراتكم. وزي ما بيتقال إن الرياضة دايما بيكون ليها سحر خاص، تخلي أي شخص حابب إن هو يلعب لعبة معينة وبيمارسها وينجح فيها. واوقات كتيره جدا بنتكلم ان النجاح في اي شيء لازم يكون مرتبط بفكره هنا التحدي ومواجهه الصعوبات. احنا معانا نموذجين محترمين جدا لابطال في كره القدم لقصار القامه، هنسمع بقى منهم وهنعرف بالظبط البطوله اللي جايه، لان في بطوله ان شاء الله هتبقى في اسكندريه الجمعه الجايه. انا مش عايزه اطول على حضراتكم، بس خلينا نرحب في البدايه بكابتن مصطفى سامي، هو من منتخب القاهره، وكابتن مصطفى علي حسن، هو رئيس فريق الاسكندريه لكره القدم لقصار القامه. منورينا وصباح الفل عليكم. صباح الفل. صباح الاهلي، اهلاويه طبعا. هبدا مع حضرتك كابتن مصطفى، ويعني لو تسمح لي قبل ما نخش في موضوع الكوره انا بحب اقرب اكتر مع ضيوفي والناس تعرف عن حضراتكم اكتر. حضرتك بتشتغل، يعني خلينا متزوج، خلينا نعرف الاول الجزء الشخصي شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا شغال في شركه ارامكس لسه، يعني ان شاء الله ما نلاقي بنت الحلال وكده باذن الله. طيب حلو حلو. جميل جدا. بس بحب امارس كره القدم والعب كوره. وعمر حضرتك قد ايه؟ 23. 23 جميل. وحضرتك استاذ مصطفى؟ شغال في دار المسنين رعايه، وبرده لسه ما ارتبطتش، ويعني مهتم بالرياضه وبشغلي اكتر من يعني لو اجهز نفسي الاول وبعد كده صح اشوف الموضوع ده. انتوا ابتديتوا هوايه، يعني الموضوع كان في البدايه ان احنا بنحب كره القدم، وبعدين بعد كده بقى على المستوى الاحترافي، صح كده؟ صح. كنت بتلعب فين؟ يعني مين الاشخاص اللي كنت في الاول بتحب تلعب معاهم؟ خلينا نعرف منك. انا في الاول كنت بحب، يعني كنت بلعب عندنا في شارعنا وكده. بعد كده لما رحنا نادي الجزيره وقابلت كابتن ابراهيم، كابتني طبعا يعني خيره عليا، وكابتن حنان برضه، حنان فؤاد. قابلتهم وقلت لهم نفسي العب كره قدم وكده. ما قابلت قصار القامه قلت لهم انا نفسي العب اسمه ده كره قدم. قلت لهم قالوا لي تعالى وتشرف واحنا معاك في اي وقت وكده. جميل جدا. وبعدين بقى ازاي الفريق اتكون؟ لو هروح ليك يا كابتن مصطفى برضه، ازاي الفريق اتكون؟ انا الاول اساسا كنت بعيد عن الجمعيه، كنت انا اساسا بلعب مع اصحابي عادي، كنا مثلا في المدرسه او نأجر مثلا ملعب ونلعب براحتنا زي ما احنا عايزين. بعد كده لما انضميت في الجمعيه عندنا كونا فريق، هو الفريق الكبير اللي هو بتاعنا احنا بقاله سنه. فريق الاشبال ده يعتبر كان اول فريق في مصر اساسا للاشبال الصغيرين، سنه صغير ناشئين، ده بقاله سنتين. جميل جميل. فبندرب هنا وبندرب هنا. حلو قوي. بس خليني اسالكم، يعني طبعا من هوايه لفكره هنا بقى فريق، برضو الموضوع كان محتاج نوع من التدريبات والتقنيات الفنيه اللي لازم برضو كمحترف بتختلف عن كهاوي لازم تكون عارفها، فتكلمنا عن الجزئيه دي بقى. بصراحه يعني احنا بنحب ذات نفسها كره القدم والعاب القوه، يعني بس كره القدم اشد لينا، هي من صغرنا، يعني من صغرنا على كره القدم ذات نفسها. بس وكنا نلعب مع اصحابنا وكده اللي هو هوايه وكده. كان نفسنا نبقى نكون كبار زي مثلا زي كابتن محمد صلاح، احمد حسام، ميدو، اللي هو الناس كلها تعرف، يعني تعرف قصار القامه، نجوم ذات نفسهم. ايوه صح صح. انا بتفق مع حضرتك، ويمكن احنا وانا يعني بتشرف وسعيده ان احنا في البرنامج ده بنحاول ان احنا نسلط الضوء على كل الابطال، وفكره هنا كمان بعض الفئات اللي البعض زي ما حضرتك ذكرت، وانا هتفق مع حضرتك في النقطه دي، ربما مش هقول منسيه لكن ما فيش تسليط ضوء عليهم. فانا فاهمه حضرتك بتقوله كويس جدا، وعشان كده حضرتك معانا النهارده، لان احنا بنغير هذه الثقافه، لان احنا ما بنرجع تاني نكرر ما فيش حاجه اسمها يعني شيء مستحيل طالما في اراده، وبرضه يعني انا بشوف ان العجز مش عجز سواء حد مثلا يعني عنده او من اصحاب همم او لديه بعض يعني الاختلاف الجسدي، لا، الاعاقه هي في عدم القدره على اثبات الذات. فهي دي النقطه، طالما انت بصحتك وقادر انت ممكن تتحدى اي صعاب. فانا شايفه مثالين محترمين جدا لده حقيقي. يعني خليني اروح معاك كابتن مصطفى، ويعني عايزه اعرف برضو المعايير اللي تم اختياركم على اساسها، لان مش اي حد بيلعب كوره او بيحب الكوره هيروح في المنتخب، فانا عايزه اعرف منك او في الفريق يعني ايه المعايير اللي كان التركيز عليها؟ يعني احنا كنا بنروح مركز شباب، كنا دايما كل جمعه بندرب هناك، فمثلا ايه بنجمع مجموعه الشباب بتاعتنا ونروح المركز كلنا نتدرب. في اللي بيبقى متعود على اللعب وكده ده بيبقى تمام، ده جاهز، وفي اللي بيبقى ايه لسه في البدايه بنحاول نساعده. في اللي بيبقى حابب بس مش عارف برده كذلك لما بنبقى معاه ونحاول برده خطوه بخطوه. طيب خلينا الاول نعلق على الصور لان يمكن الناس برده تحب تعرف اكتر. ده المدرب، ده كابتن مين بقى؟ ده استاذ عصام شحاتة، ده رئيس الجمعيه بتاعته. تمام. وده هنا ده الفريق الكبير. انتوا عددكم كام كابتن مصطفى؟ الفريق الكبير 10 وكذلك العمر برده الصغير. هنا كنا بعد ما خلصنا التدريب وكده اللي هو ايه بنتكلم مع بعضينا انت عملت كده، لا اللي هو ايه لو في حد شايف غلط في التاني بيصححه. والحمد لله يعني كلنا يعني كل الفريق بيتقبل الموضوع دوت. طب ممكن نعرف برضو مين دول؟ ده فريق دمياط، كابتن ايناس وكابتن محمد برضو، ده فريق دمياط منهم. ده فريق ايه؟ دمياط. ده اسكندريه، ده اللي هو احنا. ده بقى حضرتك يا كابتن، ها؟ ده فريق بتاعي برضه، كابتن محمد سعودي وكابتن احمد وعلي هارون. الفريق بتاعنا ده كابتن احمد وحيد، كابتن ده يعني كابتن العالم، اول واحد اقترح كسور القمه كره القدم، كابتن احمد عبد الله برضه. حاجه محترمه جدا. لا برافو عليكم بجد والله. احنا قبلنا ماتش بس احنا معانا التليفون. اقول لكم مين ولا نقول الاول من الصوت؟ طيب خلاص، صباح الخير على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا فندم. كابتن إبراهيم مراد صح؟ لا 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 دي يعني دي علاقه محترمه وقويه جدا يا كابتن ابراهيم. من صباح الخير كابتن مصطفى، عارف حضرتك طبعا. خلينا الاول نرحب بحضرتك كابتن مراد ابراهيم مراد، المدير الفني لمنتخب القاهره لكره القدم لقصار القامه. وخليني احيي حضرتك في البدايه لان انا شايفه نماذج محترمه جدا، ويمكن كمان فيها تصدير لطاقه ايجابيه جدا لاي شاب بيتفرج علينا. وهنا احنا بنتكلم مفيش حاجه اسمها حاجه مستحيله، طالما في يعني إرادة يبقى أنت هتوصل لهدفك. فأنا عايزة أبدأ مع حضرتك من النقطة دي وهذه الروح، تكلمنا أكتر عنها للعيبة بتوعنا، وبعدين ننتقل مع حضرتك بقى للبطولة اللي هتبقى إن شاء الله يوم الجمعة. اتفضل يا كابتن إبراهيم. إن شاء الله. أنا برحب بيك يا فندم، وأنا طبعا بشكر حضرتك وحضرة الناس المؤيدين في القناة. طبعا بداية احنا الاولاد دول يعني بنعتبرهم اولادنا، مش مجرد احنا بنعمل فريق كوره وخلاص. طبعا انا كنت بتواجد معاهم دايما في قهوه في وسط البلد، كان معايا احمد وحيد وكذا واحد من الاولاد. فلما عرفوا ان احنا مدرب كوره يعني حب ان احنا عايزين يلعبوا كوره قدم، عايزين يعملوا فرقه، عايزين يمارسوا كوره مع بعضهم. يعني هم كل واحد في حتته بيلعب كره قدم مع نفسه ولا القامه، لا هو عايز نفسه يبقى فيه زي كسار القامه يلعب معاهم والكلام ده كله. فالحمد لله بدانا الكلام ده من 4 سنين، وبدانا في مركز شباب الجزيره، وبقينا نحجز الملعب وبدانا نجمع في اللعيبه لحد الحمد لله لما بقى عندنا حوالي 20 لعيب. وفي بقت في اسكندريه برضك فرقه وفي دمياط فرقه. فان شاء الله احنا بنعمل لهم يعني اتحاد رياضات الاقدام هيتشهر قريب باذن الله، عشان يتعمل لهم دوري، وبعد كده يبقى منهم منتخب مصر يمثل مصر في كل البطولات العالميه ان شاء الله.